السلام عليكم يا شباب، معانا النهاردة موضوع لذيذ ومهم برضو. موضوع اسمه الفيمورال شيث. ايه موضوع الفيمورال شيث ده يا جماعة؟ بص يا سيدي، لازم حاجة خفيفة كده. دي الثاي عندنا اهيت ميديال ولاترال، كان في عندنا ليجامنت اسمه الانجواينال ليجامنت. كنت قلت لك قبل كده مره ان ورا الانجواينال ليجامنت ده بتعدي الفيزلز اللي بتعدي ما بين الابدومين وبين اللور لين. كويس، بص معايا. ده الفيمورال ارتري، في جنبه الفيمورال فين، بالشكل ده. الاقي بصوا على الفيمورال ارتري والفيمورال فين وهما معديين عشان يدخلوا للور ليمب، لو ان في حواليهم فايبروس شيز كده بيغلفهم بالشكل ده. مش بيغلفهم كلهم، ده بيغلف الابر 1.5 انش ونص بشكل قمعي بالشكل ده كده. فقال لك بس يبقى هو ده الفيمورال شيس بتاعنا. دي شيس بتغلف الفيمورال فيزلز وشكلها فانل شيبد عند الابر 1.5 انش منه. طب لو انا هتكلم عن الفيمورال شيس المفروض هتكلم عن ايه كده؟ زي ما احنا بنتكلم دايما اتكلم عن ديفينيشن، تعريف، لا لسه قايله دلوقتي. بعد كده اتكلم على الباوندريز، ايه حدود الفيمورال شيز دي. بعد كده اتكلم على الفانكشن، وبعدين اتكلم على الكومبارتمنتس، تقسيمة الفيمورال شيز. اخر حاجة هتكلم عنها عندي حاجة اسمها فيمورال كانال and هيرنيا. خمس حاجات المفروض اتكلم عنه. بص كده معايا واحده واحده. احنا قلنا تعريف الفيمورال شيس كديفينيشن ان دي فانل شيبد شيس بتحد او بتعمل سراوندنج، بتلف حوالين الابر 1 and half inch of the femoral vessels سواء artery او vein. طبعا زي ما انتم شايفين كده الفين بيبقى ميديال شويه والارتري بيبقى لاترالي له. الباوندريز، عشان اقدر اتكلم على الباوندريز انا هرسم رسمه كده خفيفه للابدومين. بص كده معايا، انا برسم شخص من الجنب، بالنسبه لي ده الانتيرور ابدومينال وول بتاعه، ده الانتيرور بارت اوف ذا لور ليمب، دي منطقه الباتوكس بتكمل مع اللور ليمب بالشكل ده كده. بص يا سيدي، في الابدومين الانتيرور ابدومينال وول يبقى لايند بفاشيا اسمها الفاشيا ترانسفيرساليس. فاشيا ترانسفيرساليس، اوكي. الفاشيا ترانسفيرساليس بتكمل في اللور ليمب حوالي 1.5 انش. اما بالنسبه للبوستيريور ابدومينال وول بيبقى لايند بفاشيا اسمها فاشيا الياكا، وبرضه الفاشيا الياكا بتكمل حوالي 1.5 انش. بص بقى كده، فين الكنال بتاعتي، فين الفيمورال شيس بتاعي. الفيمورال شيس بيتكون بالشكل ده كده، في المنطقة دي كده، دي الفيمورال شيس. يعني من قدام بتبقى كمالة الفاشيا ترانسفيرساليز ومن ورا كمالة الفاشيا الياكا، ما ده الانتيرو ابدومينال وول وده البوستيرو ابدومينال وول. طب تعالوا كده، بص الفيزلز اهي هتلاقيهم ماشيين فيها كده، ده الارتري وده الفين،
طب تعالوا نرسم الجزء ده كده. لو قلنا هنا ان ده الفيمورال ارتري، ميديا اللي هيبقى عندي ايه؟ يبقى عندي الفيمورال فين بهذا الشكل. هلاقي يا سيدي الفشية بتاعتي بالشكل ده، قدامهم في فش دي كده اسمها فاشيا ترانز فيرسالز، ووراهم في فش اسمها فاشيا الياكا. الفاشيا ترانسفيرسالز والفاشيا الياكا بيتحدوا ميديال وبيتحدوا لاترالي عشان يعملوا لي الميديال وول اوف ذا كانال واللاترال وول اوف ذا كانال، بيغلفوا الفيزلز بالشكل ده كده. فيبقى عندي لو قلنا ان هنا لاترالي والجنب ده جنب ميديالي، اللاترال باوندري والميديال باوندري بيكونوا باتحاد الفاشيا ترانسفيرساليز قدام والفاشيا الياكا سواء على الميديال سايد او على اللاترال سايد. طيب بالنسبه للفانكشن، احنا كده اتكلمنا على الديفينيشن وكلمنا على الباوندريز، تعالوا نبص على الفانكشن. ايه فايده الفاشيا دي او ايه فايده الفيمورال شيس؟ بص يا سيدي، وانت قاعد كده على المكتب وانت قاعد على الكرسي بتاعك، مش المفروض ان تبقى رجلك دي في وضع فليكشن؟ الثاي بتاعتك بتبقى في وضع فليكشن. طب الفيزلز اللي ماشيه ورا الانجواينال ليجامنت دي، مش طبيعي ان انا لما رجلي تبقى في وضع فليكشن الفيزلز دي يحصل لها كينكينج تتني، لانهم قاعدين ورا الانجواينال ليجامنت جايين من الابدومين ونازلين للثاي. فلما يبقى منطقه الهيب جوينت عامله زاويه 90 الفيزلز دي هتتني. طب ما تنيتها ورا الانجواينال ليجامنت ورا الحاجات الاستراكشرز اللي ماشيه في المنطقه دي ممكن تقفل لي الفيزلز التانيه دي، تقفل الفيزل بدل ما يبقى بدل ما هو ماشي ستريك كده هيبقى 90 درجه، فممكن الفيزل ده يتقفل. فقال لك وربنا يروح جاي خالق الشيس اللي ماشي حواليه ده عشان يعمل له حاجه اسمها سليبري موفمنت، حركه انزلاقيه، ينزلق تحت الانجواينال ليجامنت من غير ما يتقفل. يعني لو ده الانجواينال ليجامنت الفيزلز تعدي من تحته كده تنزلق مع حركه رجلك وهي بيحصل لها فليكشن واكستنشن عشان ما يحصلش لو كينكينج او اوكلوجن ويتكون جواه جلطات. طب بيقول لك ان الفيمورال شيس دي بتنقسم باتنين انترو بوستيريور سيبتا بهذا الشكل. التو انترو بوستيريور سيبتا اللي انا قسمتهم دول قسموا لي الفيمورال شيس الى ثلاثه كومبارتمنتس. الكومبارتمنت الاول لاترال، الكومبارتمنت الثاني انترميديت، الكومبارتمنت الثالث ميديال كومبارتمنت. لاترال كومبارتمنت، انترميديت كومبارتمنت، وميديال كومبارتمنت. طيب تعالوا نبص كده كل كومبارتمنت منهم في جواه ايه. اللاترال كومبارتمنت جواه ايه؟ جواه الفيمورال ارتري. الانترميديت كومبارتمنت جواه ايه؟ الفيمورال فين. في حاجه كمان ماشيه مع الفيمورال ارتري في الكومبارتمنت بتاعه ده، بص كده كان في عندي في الابدومن هنا كده نيرف اسمه الجينيتو فيمورال نيرف. الجينيتو فيمورال نيرف بينقسم الى تو برانشز، جينيتال برانش بيروح لمنطقه الجينيتاليا اللي موجوده في المنطقه دي كده، ونيرف تاني اسمه فيمورال برانش بينزل قدام الفيمورال ارتري، يبقى ده اسمه فيمورال برانش وده جينيتال برانش. كويس، يبقى ايه اللي ماشي قدام الفيمورال ارتري هنا كده؟ ده نيرف اسمه الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف. كويس،
طب بالنسبة للميديال كومبارتمنت اللي أنا شايفه ده، زي ما انتوا شايفين كده امتي فاضي مفيش فيه أي حاجة، اللهم إلا شوية فات، وبتظهر عندي ليمف نود وحيدة بهذا الشكل. طبعا الكتاب مش كاتب اسم الليمف نود دي، بس ممكن حد يقول لكم على اسمها او تتسألوا عليها. اسمها ليمف نود اوف كلوكي، ده تقريبا جراح ألماني هو اللي اكتشف الليمف نود دي فسماها على اسمه ليمف نود اوف كلوكي. كويس كده احنا اتكلمنا، عندنا لاترال كومبارتمنت جوه الفيمورال ارتري، ومع الفيمورال ارتري الفيمورال برانش اوف ذا جينيتو فيمورال نيرف، الانترميديت كومبارتمنت وجواه الفيمورال فين، اللاترال كومبارتمنت الميديال كومبارتمنت وجواه امتي طبعا، وجواه شويه فات ليمف نود ومعها ليمف فيزلز. طيب بص معايا كده، انا عارف ان المنطقه هنا الابدومين صح، وتحت كده يبقى انا بتكلم داخل على اللور ليمب. تعالوا كده نتكلم على الجزء ده الميديال كومبارتمنت. قال لك الميديال كومبارتمنت اللي مفيش جواه غير شويه حته ليمف نود وشويه فات، قال لك احنا مش هنسيبه، قال لك طب احنا نسميه ايه؟ قال لك دي قناه في الفيمورال شيس فهنسميها فيمورال كانال. ايه الفيمورال كانال؟ لو انا هتكلم عنها كديفينيشن ممكن يجي لي سؤال بسيط كده يقول لي اتكلم عن الفيمورال كانال، هتكلم عن ايه في الفيمورال كانال؟ هتكلم اول حاجه عن الديفينيشن بتاع الفيمورال كانال. تعالوا كده ناخدها واحدة واحدة. احنا عندنا الموضوع التاني اللي هنتكلم عنه ال فيمورال كانال. أول حاجة الديفينيشن، الديفينيشن بتاع الفيمورال كانال من الرسم اللي قدامنا دي. دي the most medial compartment with the shortest compartment في الكومبوننت بتاعت الفيمورال شيس. بتحتوي على ايه؟ تاني حاجة هتكلم فيها الكونتنت. زي ما احنا شايفين قلنا انها امتي، تحتوي على شوية فات وليمف نود في كلوكي. طيب فتحتها في الابدومين الجزء اللي فوق دي بتفتح برينج، هنسمي الرينج دي كده دي، فيمورال رينج، رينج دائرية فاتحة في الابدومين عن طريقه. طب هل الرينج دي كده فاضية مفيش فيها أي حاجة؟ قال لك لا، ده بتتقفل بممبرين، بتتقفل بشيث. الشيث اللي هتقفل بوده هنسميه أو سيبتوم هنسميه فيمورال سيبتوم. فايبروس شيس بيقفل الفيمورال رينج. ايه الفيمورال رينج؟ دي الابورد دايركشن بتاع الفيمورال كانال توردز ابدومن. طيب تعالوا كده نشوف الفيمورال رينج دي كده ونوصف الحدود بتاعتها. هرسم رسمه خدناها المره اللي فاتت، وانا ايه المره اللي فاتت ما رضيتش ان اتكلم عنها، قلت لكم هنشوفها المره الجايه لما كنا بنرسم الانجواينا اللي جنبت. بص معاك، لما كنا بنرسم الانجواينا اللي جنبت كنت بقول ان انا عندي anterior superior iliac spine، كنت بقول ان ده عندي السيمفيس بيوبس يوبيك تيوبركل، طبعا انا برسمه من فوق، هذا منطقة السيمفيس بيوبس على الناحية التانية. كويس كنت بقول ده الانجوينال ليجامنت بروبر، كان بيمتد منه ليجامنت هلالي على الميديال سايد بتاعه، لو حد فاكر كنت بسميه لاكونار ليجامنت. وكنت بقول كمان في جزء منه بيمتد على البيكتينيال لاين، فكنت بقول الجزء اللي ورا ده بسميه بيكتينيال ليجامنت. امال الليجامنت ده اسمه ايه؟ اسمه لاكونار ليجامنت. الايبكس بتاعته عند البيوبيك تيوبركل، والبيس بتاعته دايركت اللاترالي. اما ده انجواينال ليجامنت بروبر.
وانا هكمل الجزء ده كده بفاشيه، بيبقى في مصل كمان موجوده هنا في المنطقه دي، فما علينا. عارفين ايه الاوبننج دي؟ دي الاوبننج بتاعت الفيمورال شيث دي كده. الاوبننج دي كلها هي المنطقه دي بتاعت الفيمورال شيث، بتقسم بالثلاثه سته او بالتو سته يعني، الثلاثه كومبارتمنتس بهذا الشكل. يبقى اكيد لو هقول الارتري مكانه فين، ادي الارتري اهو الفيمورال ارتري، ومعاه الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، ده الفيمورال فين اهو. يبقى اكيد الموست ميديال كومبارتمنت ده هو اللي احنا عاوزين نتكلم عليه، الفيمورال رينج اللي بتنزل بالفيمورال كانال. تعال بقى كده كلمني على الفيمورال رينج، قلنا دي الابر اند of the femoral canal directed upward towards the abdomen. من فوق بتبقى اسمها femoral ring. الfemoral ring دي بتبقى مقفولة بسيبتم بهذا الشكل، بنسميه الfemoral septum. حدود الfemoral ring دي ميديالي لها ايه؟ الليجامنت ده اللي اسمه lacunar ligament. طب لاترالي لها الكومبارتمنت اللي في الفيمورال فين. طيب بوستيرورلي البكتينيال ليجامنت والبكتينيال لاين. طب انتيرورلي الانجواينال ليجامنت بروبر. كويس، يبقى كده انتيرور الانجواينال ليجامنت بروبر كده، ميديالي اللاكونار ليجامنت كده، لاترالي الكومبارتمنت اللي فيه الفيمورال فين كده، بوستيرورلي البكتينيال ليجامنت والبكتينيال لاين اللي هو ماشي عليه. اوكي، طيب ايه فايده الكنال دي؟ ايه فايده ان انا يكون عندي القناه دي موجوده هنا كده الفيمورال كنال؟ قال لك طبعا انت عارف ان الدم اللي بيمشي في الفيمورال فيزلز مش حجمه ثابت. انا لو شخص بجري وعاوز الدم يوصل للعضلات بتاعت الساقين اسرع، وعاوز يرجع للقلب اسرع، وعاوز يكون في كميه دم تنضخ بشكل اكبر، اكيد انا هيحصل عندي ديستنشن في الفيمورال فين ده والفيمورال ارتري. فقال لك لما يحصل ديستنشن، لو انا حاطط حواليهم الشيس تايت قوي، الفينز او الارتري، الفين والارتري الفيزلز دي لما يحصل لها ديستنشن هتقطع الشيس. فقال لك لا، ربنا يخلق لهم كده سبيس فاضي هنا عشان لما يحصل لهم ديستنشن يحصل لهم ميديال موفمنت شويه، او يضغطوا على الكنال دي شويه يزقوها، فيقدر يحصل لهم الديستنشن براحتهم. دي اول حاجه. تاني حاجه، انتوا عارفين طبعا ان اي لينف عندنا في البادي، الليمف بينتقل من منطقه لمنطقه تانية، يعني بيخرج مثلا من اللور ليم، يطلع من الفوت مثلا يمشي على الليج، ومن الليج يطلع على منطقه الثاي، ومن الثاي يدخل الابدومن، عشان كل الليمف فيزلز اللي موجوده في البادي ترجع تصب تاني عند السب كليفيان فين عشان يرجع للهارت، يعني الليمف هيرجع للبلاد مره تانية. لو انا عاوز انقل الليمف فيزلز اللي موجوده في اللور ليم اوصلها للليمف فيزلز اللي موجوده في الابدومن، ابسط حاجه احنا قلنا اخر ليمف فيزلز موجوده في اللور ليمب هنا كنا بندخلها تحت الانجواينال ليجامنت، كان اسمها ديب انجواينال ليمف نودز. عايز انقل الليمف فيزلز من الديب انجواينال ليمف نودز دي اطلعهم للابدومن للمجموعه من الليمف نودز ماشيين حوالين الاكسترنال ايلياك فيزلز، اسمها اكسترنال ايلياك ليمف نودز. فقال لك عشان اعدي من الديب انجواينال ليمف نودز للاكسترنال ايلياك ليمف نودز هعدي في المنطقه دي، المنطقه اللي فيها القناه. طب اخر حاجه بقى، قال لك والله انتوا عارفين ان المنطقه دي لوز مفيش فيها حاجه صح؟ يعني انا لو عندي ابدومينال، وده العيب بقى بتاع الموضوع ده، لو انا عندي ابدومينال كونتنت بالشكل ده كده زي الكولوم مثلا، حظك ان الكولوم ده يجي لوب منه يروح جاي نازل معدي في الفيمورال كانال ويظهر لك هنا قدام الرجل بالشكل ده كده. بص معايا، تلاقي عندك حاجه كده جنب منطقه الجروين، بارز على سطح جسمك بالشكل ده كده جنب رجلك. فقال لك يعني في حصل هيرنيشن يعني فتاء، شويه كونتنت من الابدومينال كونتنت ظهروا تحت السبكوتينيوس تيشو او ظهروا تحت الجلد في منطقه الثاي. فقال لك نسمي الحكايه ديت فيمورال
هيرنيا. تعالى نتكلم بقى على الفيمورال هيرنيا واحدة واحدة كده، ناخدها بالتفصيل. بص معايا يا سيدي، ايه حكاية الفيمورال هيرنيا دي؟ طب نخلي الفيمورال هيرنيا في التسجيل الجاي عشان ما نطولش في التسجيل ده، خلي الفيمورال هيرنيا في التسجيل الجاي. سلام عليكم.